أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أميرة الخير. في الحقيقة وزي ما عودناكم إن إحنا بنتكلم عن سر جديد من أسرار الحروف النورانية، بس على مواقع التواصل الاجتماعي أثير موضوع، هو موضوع خطير جدا، وهو موضوع إن أصل اللغة العربية هو أصوله سريانية، لغة سريانية أو لغة سامية. فبما أننا معانا الباحث الأستاذ عمرو الزيات، الباحث في أسرار الحروف النورانية، هيكلمنا النهاردة عن سر جديد من أسرار اللغة، وهيكشف أن الحروف النورانية هي أصل اللغة العربية. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟ إزاي حضرتك؟ صباح الخير. إيه رأيك في الناس اللي بتقول على السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، إن اللغة العربية أصلها اللغة السريانية أو اللغة السامية؟ تمام. لو احنا جينا اتكلمنا في الموضوع ده، احنا جينا في اللغة العربية قلنا ان الحروف النورانية منها او المظلمة ما خلتش اي حاجة، وذكرنا خلال المواضيع السابقة قلنا ان اصل القرآن لما نزل بالعربية. صحيح. فلو قلنا ان اللغة العربية اساسها السريانية او السامية، طب المرتجع بتاعهم اصلا يرجع لمين؟ لسيدنا يعقوب. لو احنا اتكلمنا في التاريخ ان هو الكلام ده نتكلم فيه من 5000 سنة، من 10000 سنة، من 15000 سنة، على حسب ما العلماء قالوا. هم ليهم اختصاراتهم وليهم معانيهم في الحروف النورانية، مثلا اللي بدأت بها الصور كألف لام ميم، كألف لام راء، وحضرتك أستاذتنا. هم قالوا إن اللغة العربية أساسها السريانية أو السامية. طيب دليلهم فيها إيه؟ ما فيش أي دليل غير إن هم بيتكلموا باللغات اللوغاريتمية تخصهم هم، ما جابوش أي أسرار، ما فادوناش بحاجة. بس كان في لغة سريانية حديثة موجودة، أعتقد اللي ده هم عملوا بيها زي ألف لام راء وألف لام ميم. ده مش موجود، يعني ده ما كانش موجود زمان. طبعًا. على أيام سيدنا طبعًا. عيسى أعتقد طبعًا. اللي كان نازل الكتاب المقدس طبعًا. لسيدنا عيسى باللغة السريانية. إذا كان في كتب مقدسة ذكرت إن هم أربعة، وإذا كان في صحف موسى، وإذا كان في صحف إبراهيم القرآن ذكرها. طبعًا. فما فيش حاجة اسمها ذكرت ألف لام ميم أو كاف هاء عين صاد لمريم أو ألف لام ميم راء أو الحروف النورانية اللي إحنا قلنا بتبدأ بها الصور. فهو كلها دي اجتهادات. إذا كانوا هم بيقولوا إحنا اللغة السامية أو اللغة كذا وكذا، ففي 5000 لغة في الكون كله، اللي إحنا قلنا 7.25 مليار نسمة، يقولوا لنا الأدلة بتاعتهم وإحنا معهم، ما فيش مشاكل، إحنا لينا أدلتنا. طيب حضرتك كنت قلت لنا أصل اللغة العربية هو 14 حرف نوراني. تمام. اللي هو نص حكيم قاطع له سر. تمام. اللغة العربية جت في 27 حرف. قلنا اللام ألف دي هي ألف ولام، فجت محفورة مذكورة قبل كده في الكلمات. تمام. يبقى نلغيها نقول 27، منها 14. قلنا منها أربع جمل، اللي هو منها أعظمها نص حكيم قاطع وله سر. فلما جينا صنفنا الكلام ده قلنا هو الكتاب المقدس الذي لا ريب فيه، إذا كان في سورة البقرة أو بعض الصور اللي موجود أو بعض المواضع. فاللغة العربية حروف نورانية ومظلمة، ما فيش حد جه يقول ان احنا اساس اللغه العربيه وادانا دليل وشفناه. تمام. لا كتب سماويه ولا صحف ابراهيم وموسى ولا اي حاجه ثانيه. الحلقه اللي فاتت، طيب نرجع للنقطه الثانيه. حضرتك كنت قلت لي على سوره هود. تمام. ام يقولون افتراها قل فاتوا بعشر صور من مثله. تمام. يعني لو قدرتوا تجيبوا 10 صور من القران هاتوا. لما هم جم قالوا ان القران ده مش كلام الهي، وان القران ده مش كلام بشر، وقالوا ان سيدنا رسول الله لا يعلمه بشر وجن وكذا وكذا، وجابوا له الشعراء كأن سوء عكاظ او فهو تغلب عليهم باللغه، وهو اثبت ان هو مش امي زي ما الناس قالت وجاهل هو الفكره سبحان الله، ليه ما قالش سوره؟ ليه 10 سور؟ ليه 10؟ هو الرقم ليه اسرار، وقلنا دايما الارقام لما تيجي تتذكر في القران والسنه يبقى ليها اسرار. لو احنا جينا اتكلمنا فيها هتاخدي الوقت كبير، وهتاخدي كتب، وهتاخدي مراجع تكتبيها بايديكي وتراجعيها فاذا من ضمن الاسرار اللي هي لرقم 10 تحدى، ما قالش 100، ما قالش 1000، ما قالش الاعداد اللي هي بتاعت الملائكه اللي هي 1000 ولا 3000 ولا 8 ولا 3 ولا 10000، قال لك 10. فاذا رقم 10 ده، وهو رقم 10 بالنسبه لهم كمان ده هو استهزاء، ان انتوا بتقولوا ان القران ده ممكن ناتي بمثل لا هاتوا 10 سور. طيب